شو بيقول الفلك لمواليد برج الجدي سنة 2024؟ العبارة الكبيرة بالمانشيت العريض بتقول لك حاجة تنطح، حاجة تنطح على الفايتة والطالعة. عزيزي مولود برج الجدي، جاي ساتورن ينطحك نطحة، يحطك بآخر الشهر، بدك تدير بالك كتير تماما. بشهر سبتمبر رح يفوت لعندك ساتورن وحاطط بعيون الشر، بس ما تخاف، المريخ رح يكون موجود بالمرصاد ورح يعطيك الرزق والخير والفرح. أما بشهر آذار رح يكون عندك خطبة، بدك تخطب بدون قرون وتكون جاهز لأنك تكون موجود معنا بكل برج. لتفاصيل أكثر اشتري كتابي، ما نو غالي أبدا ورح يفيدك يوم بيوم، تعرف فيه تفاصيل كتيرة شو تعمل وشو ما تعمل. لكل مواليد برج الجدي، ديروا بالكم بهالسنة رح تكون حلوة إذا انتو ردتوا هالموضوع.